السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول محاضرة لنا في مادة المحاسبة المالية المتقدمة. طبعا إحنا درسنا محاسبة كتير خلال ال3 سنين اللي فاتوا، فإحنا النهاردة هنبدأ ناخد موضوعات متقدمة في المحاسبة المالية. موضوعات المحاسبة المالية اللي هناخدها يمكن تكون أنت في بعض الحاجات درستها قبل كده، بس بشكل مختصر هنبدأ ناخد تفاصيلها ونشوف المشاكل بتاعتها وازاي تتعالج والحالات بتاعتها. المنهج بتاعنا عبارة عن الفصل الأول أساسيات المحاسبة المالية، وده يعني يعتبر مراجعة على اللي انتوا خدتوه في المحاسبة قبل كده. أنا أعتبر إن الفصل ده اللي بيراجعه كأنه بالظبط راجع 3 سنين اللي فاتهم في المحاسبة. يعني من الحاجات اللي أنا بعتبر إنها حاجة كويسة في الكتاب إن أنت خلال 30 صفحة تقدر إن أنت تراجع المحاسبة كلها. الفصل الثاني هتكلم عن المحاسبة في الاستثمارات المالية، ثالث المحاسبة عن اندماج الشركات، الفصل الرابع محاسبة عن الأصول المؤجرة طويلة الأجل، والفصل الخامس والأخير وهو محاسبة الفروع. هنبدأ بالفصل الأول وهو أساسيات المحاسبة. هنبدأ الأول نعرف أو نفتكر يعني المحاسبة جت منين؟ منين كان في عندنا حاجة اسمها المحاسبة؟ المحاسبة ظهرت مع ظهور المعاملات بين الأفراد. لو أنتم تفتكروا كده كنتوا درستوا حاجة في الاقتصاد اسمها نظام المقايضة. اول ما الناس زمان كانت بتبدا التعاملات بتاعتها كانت في شكل ان انا عندي سلعه وواحد تاني عنده سلعه تانية، فبنبدل السلع دي مع بعض وبنقدر ان السلعه بتاعتي مثلا الوحده منها بتساوي وحدتين من سلعه الشخص الاخر، وبيحصل التبادل على هذا الاساس لحد ما ظهرت النقود وبقت تقيم السلع بالنقود. وبالتالي بدا يظهر بعد كده عندنا ان انا عايز اسجل المعاملات اللي تمت ديت، فبدأت تسجل عندي. فمع عمليات التسجيل دي ظهر عندي ما يسمى بالمحاسبة، والمحاسبة ظهرت عند الفراعنة. لو نفتكر برضه قصة سيدنا يوسف، إن سيدنا يوسف كان أول وزير للمالية وأول من سجل الخرج بتاع الأرض والمخازن بتاعة الغلال. الحضارات اللي ظهر فيها بعد كده المحاسبة بصورها الأولية، الحضارة الأشورية والحضارة الإسلامية. الحضارة الأشورية كانت بتسجل المعاملات المالية في شكل طرف واحد، يعني مجرد إن أنا مثلا بشتري سلع فمجرد إن أنا بسجل طرف المشتريات بس، فبقول إن أنا عندي مشتريات كذا وكذا وأسجل أو بسجل الموجود عندي في المخازن. بعد كده ما جت الحضارة الإسلامية ونشأت الدواوين المحاسبة اللي هو بيسجل فيها بقى. كان عندي الحضارة الإسلامية توسعت في مختلف الدول فبسجل الخراج اللي بيجي لي من الدول الأخرى ديت وأجمع الكلام ده كله في مكان واحد، لحد ما ظهر بقى المحاسبة بشكلها المعروف حاليا اللي عملها العالم الإيطالي لوكا باتشيليو سنة 1494، وهو من اللي احنا عارفينه لحد النهاردة بنظام القيد المزدوج. إن أنا كل معاملة بتتم على شكل طرفين، طرف مدين وطرف داين. وتطورت بعد كده المحاسبة في القرن ال15، وبدأ يبقى في عندي معاهد متخصصة في المحاسبة. بدأت بمدينة البندقية بإيطاليا، لأن دي كانت من المدن اللي كانت مشهورة بالتجارة، والمراكب كانت بتتحرك من البندقية لجميع الدول، وبالتالي كان أصحاب المراكب دي بيبقوا عايزين يسجلوا العمليات اللي تمت ما بينهم وبين التجار الآخرين. وبعدين مع ظهور الثورة الصناعية والمشروعات الكبيرة بدأت تتطور معانا المحاسبة، ودخلنا في أنواع مختلفة للمحاسبة بما يتفق مع أنواع الشركات. طيب ده مقدمة بسيطة كده عن نشأة المحاسبة. طيب لو حبينا نقول بقى إيه هي المحاسبة؟ ماذا يقصد بالمحاسبة؟ وإيه هي آلية عمل المحاسبة؟ وإيه المعادلة اللي بتشتغل بيها المحاسبة؟ لو قلنا ايه هي المحاسبة، ايه المقصود بالمحاسبة؟ المحاسبة هي عملية قياس وإيصال، يعني انا بقيس حاجة واوصل المعلومة اللي انا قيستها ديت للأطراف المستفيدة. طيب قياس ايه وإيصال ايه؟ قياس وإيصال المعلومات المالية، يعني انا ما بقيس حاجات وصفية، انا بقيس حاجات كمية، حاجات لها قيمة، بشوف الحاجة دي قيمتها قد ايه واسجلها واجمع، وفي الاخر بعد كده بطلع اوصلها لمستخدم القرار او اللي هيستفيد بالمعلومات دي. طيب آلية عمل المحاسبة، يعني ايه آلية عمل المحاسبة؟ يعني المحاسبة دي بتتم ازاي؟ ايه المراحل اللي بتشتغل عليها؟ لو تفتكروا انتوا درستوا زمان في سنة أولى حاجة اسمها الدورة المحاسبة.
الدورة المحاسبية هي العملية اللي بتمر بيها البيانات المالية لحد ما تطلع في الآخر في شكل معلومات مالية. البيانات المالية هي بيانات القيد الأولي اللي احنا بنقول عليها المعاملة تمت ما بين طرفين، بسجل العملية ديت لحد ما تطلع في الآخر في شكل قوائم مالية اللي احنا بنقول عليها المعلومات. طيب ايه هي بقى الدورة المحاسبية؟ الدورة المحاسبية بتبدأ بالتسجيل الريكوردنج، ان انا بسجل العمليات اللي تمت في المنشأة. عملية التسجيل دي بتتم بشكل يومي، جميع المعاملات اللي تمت في اليوم بتتسجل في هذا اليوم، عشان كده بقينا بنقول عليها ان احنا بنسجلها في دفتر اليومية، يعني انا بسجل كل يوم، فالدفتر اللي انا بسجل فيه اسمه دفتر اليومية. يبقى المرحلة الأولى في آلية عمل المحاسبة هي عملية تسجيل المعاملات الاقتصادية أو المالية اللي تمت في الشركة، وتسجل بشكل يومي فيما يسمى دفتر اليومي. طيب بعد ما سجلت العمليات اللي تمت عندي خلال اليوم، ببدأ أعمل كلاسيفيكيشن أو تصنيف أو ترحيل للحسابات اللي عندي الكتيرة دي اللي اتسجلت خلال الفترة ديت فيما يسمى بحسابات الأستاذ. يبقى أنا برحل بعد كده العمليات اللي أنا عملتها دي كلها في حساب الأستاذ. طيب ايه هو حساب الاستاذ؟ هو حساب بيبقى على شكل حرف تي، وهناخد دلوقتي التفاصيل دي كلها. بحط ليه كل حساب او افتح له حساب وارحل فيه العمليات اللي تمت فيه اذا كانت مدينه او دينه، عشان اطلع في الاخر الرصيد بتاع الحساب ده مدينه ولا دينه. طيب بعد ما برحل لحسابات الاستاذ، بتيجي المرحله التاليه ليها، وهي عمليه التلخيص، ان انا بلخص كل المعلومات اللي انا وصلت لها في حسابات الاستاذ اللي هي بشكل الارصده بتاعه الحسابات ديت، بحطها فيما يسمى بالميزان المراجعه. ميزان المراجعه هو عباره عن كشف بحط فيه جميع الحسابات اللي موجوده عندي، باخد الارصده المدينه في حسابات الاستاذ واحطها مدينه، وارصده دينه واحطها دينه، ولا بد من تساوي طرفي ميزان المراجعه عشان اتاكد ان انا جميع العمليات اللي تمت قبل كده اتعملت صح. المرحلة الأخيرة هي عملية التوصيل أو التقرير، إن أنا هاخد بقى الكلام اللي أنا حطيته في ميزان المراجعة ده وأطلعه في شكل قوائم مالية، اللي هي بقى أطلع عليه قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، قائمة حقوق الإنسان، حقوق الملكية، قائمة الرفقات النقدية. دي القوائم المالية اللي هي المعلومات النهائية اللي هتوصل لمستخدمي القرار. طيب المعادلة بتاعت الميزانية لو أنتوا فاكرينها كانت بتقول ايه؟ ان انا عندي طرف يمين وطرف يسار. طرف اليمين ده اللي هو الاصول، ولا بد ان الاصول دي تتساوى مع الالتزامات وحقوق الملكيه. طيب تعالى ناخد كده مثال عملي، ناخد من خلاله مراحل الدوره المحاسبيه واحده واحده كده، من اول ما كنا بنشتغل بمعادله الميزانيه لحد ما وصلنا للقيود اليوميه وفي الاخر قوائم المركز. المثال اللي عندنا بيقول: قرر اسامه فتح مشروع رأس مال قدره 100,000 جنيه، أودعهم خزينة المحل، ثم بدأ نشاطه كما يلي. يبقى هو بدأ الأول رأس المال اللي هيشتغل بيه 100,000 جنيه دي، السيولة اللي معاه، حطهم في الخزنة عنده في المحل وبدأ يصرف منهم. أول حاجة اشترى بضاعة بمبلغ 5,000 جنيه نقدا، وبعدين اشترى بضاعة لحساب مبلغ 20,000 جنيه، اشترى أساس وتجهيزات بمبلغ 2,000 جنيه نصفها نقدا، اشترى جهاز كمبيوتر بمبلغ 700 جنيه نقدا. احنا هنحل الجزء ده الاول في شكل معادله ميزانيه. يعني ايه في شكل معادله ميزانيه؟ يعني انا هحط طرف فيه الاصول، طرف فيه الالتزامات وحقوق الملكيه، وابدا اشوف ايه الحساب اللي بيزيد وايه الحساب اللي بينقص. لو جينا شفنا كده شكل المعادله، بتقول لي ان الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. يبقى انا عندي الاصول بتنقسم لنوعين: اصول متداوله واصول ثابته. الالتزامات في عندي التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل، وبعد كده في عندي حقوق الملكية. طيب ايه المقصود الأول كده بالأصول المتداولة والأصول الثابتة؟ ازاي أفرق بين الحسابات اللي موجودة عندي في الأصول إن دي تبع الأصول المتداولة ودي تبع الأصول الثابتة أو الأصول طويلة الأجل؟ إذا كان الأصل قيمته بتتغير خلال السنة المالية، يبقى معنى كده ده أصل متداول. أما إذا كان قيمته لا تتغير فهو أصل ثابت او اصل طويل الاجل، فقيمته باقيه معايا لمده طويله الاجل. او معنى تاني، المنفعه التي هتعود عليا من استخدام الاصل ده هتبقى لمده طويله، يبقى ده اصل طويل الاجل. اذا كانت لمده قصيره يبقى ده اصل قصير الاجل او متداول.
فهو أول حاجة بدأ بيها قال إن أنا حطيت فلوس في الخزنة عبارة عن 10,000 جنيه، أو دعهم خزينة المحل. طيب هو قال لي إن الفلوس ديت عبارة عن رأس مال المحل بتاعي، يبقى أنا الأول عندي رأس المال بتاعي زاد، ما كانش عندي رأس مال بقى في رأس مال، ما كانش عندي فلوس في الخزنة بقى عندي في فلوس في الخزنة، يبقى أنا بقى عندي حساب النقدية هيزيد ب10,000 جنيه، قصاد منها في الطرف التاني رأس المال هيزيد ب10,000 جنيه. طيب بدأ بعد كده بقى اشترى بضاعة نقدا. طيب البضاعة ما كانش عنده بضاعة، بقى عنده بضاعة، يبقى البضاعة زادت، يبقى البضاعة دي تتسجل في حساب اسمه حساب المخزون، أحطه فيه بالقيمة الموجب 5,000 جنيه. في نفس الوقت أنا عندي حساب النقدية نقص بال5,000 جنيه اللي هو دفعهم، يبقى أنا عندي هنا ناقص 5,000. لما أجي أشوف طرفي المعادلة يبقى أنا عندي هنا موجب 5,000 وناقص 5,000، المحصلة بتاعتي صفر، يفضل المعادلة بتاعتي طرف المدين بيساوي طرف الدائن، هنا 10,000 هنا 10,000. طيب جه بعد كده قال اشترى بضاعة على الحساب، البضاعة برضو زادت، يبقى المخزون بتاعي زاد بال2,000 جنيه، معنى على الحساب إن هو ما دفعش فلوس، يبقى انا بقى في عليا التزام، الالتزام ده هيروح فين؟ الطرف الثاني من المعادله، يبقى انا هاجي على الطرف الثاني من المعادله ازود الدائنون ب 2000 جنيه، يبقى المعادله بتاعتي الناحيه دي 2000، الناحيه اليمين 2000 وفي الناحيه الشمال 2000، برضه المعادله بتاعتي كده ما زالت موزونه. المرحله اللي بعد كده قال لي اشترى اساس. طيب الاساس ده اشتراه بكام؟ قال لي اشتراه ب 2000 جنيه، نصفه نقدا والباقي على الحساب، يبقى انا هزود هنا الاساس ده اصل طويل الاجل او اصول ثابته، يبقى انا احط ال 2000 جنيه تحت الاساس، انقص من النقديه نص ال 2000 يعني انقص 1000، وازود على الدائنون 1000، يبقى انا كده المحصله بتاعتي طرف اليمين في 1000 جنيه طرف الشمال في 1000 جنيه، المعادله بتاعتي ما زالت موزونه. اخر حاجه اشترى جهاز كمبيوتر ب 700 جنيه نقدا، كمبيوتر اصول ثابته، احط ال 700 بالموجب والنقديه تنقص بال 700. طيب لما اجي بقى اجمع العمليات اللي تمت عندي في حساب النقديه، اجمع العمود بتاع النقديه بقى فيه 3300، المخزون 7000، الاساس 2000، الكمبيوتر 700، الدائنون 3000، راس المال 10000، محصله المعاملات كلها اللي تمت في الناحيه اليمين اللي هي 13000، الناحيه الشمال 13000. طيب احنا طورنا الموضوع ده بعد كده وقلنا لا انا مش هقعد اكتب في المعادله بحط يمين وشمال، كل اللي احنا عملناه قلنا الناحية اليمين ديت هنسميها مدين والناحية الشمال دي هنسميها دائن، يبقى جميع الحسابات اللي هتيجي ناحية اليمين اللي هي الأصول كل ما هتزيد هتبقى مدينة لأن إشارتها موجبة، لو نقصت أنا بحط لها إشارة سالبة، إشارة سالبة يعني إيه؟ يعني تعكس مكانها يعني تبقى دائن. طيب الطرف الشمال بقى اسمه دائن، حساب الدائن، يبقى برضه الحساب ده كل ما يزيد يبقى زي ما هو دائن لأن أنا بحط له إشارة موجبة، لو حطيت له إشارة سالبة يبقى عكس حسابه طرف المدين. الارصده اللي ظهرت عندي في الصف الاخير ده هي نفسها الارصده اللي هتظهر عندي في حسابات الاستاذ لما افتح حساب الاستاذ. طيب نكمل المعاملات اللي تمت بعد كده، يبقى احنا اللي خدناهم لحد دلوقتي كلها معاملات كانت على اصول والتزامات. طيب هيبدا بعد كده دفع ايجار، الايجار ده عباره عن ايه؟ عباره عن مصروفات راح نقدر، دفع فاتوره كهرباء دي مصروفات، دفع تامينات اجتماعيه مصروفات، باع بضاعة بمبلغ 2000 جنيه تكلفتها 1000 جنيه دي إيراد مبيعات. طيب إزاي هنتعامل في المصروفات والإيرادات من خلال معادلة الميزانية؟ المصروفات هتتحط فين والإيرادات تتحط فين؟ المصروفات هتتحط في الطرف المدين برضو اللي إحنا قلنا عليه اللي هو الطرف اليمين. أما الإيرادات هتتحط في الطرف الشمال اللي هو الطرف الدائن. يبقى أنا هبدأ أشوف كده كل المصروفات اللي هو دفعها، أنا عندي الإيجار 300 جنيه نقصت من النقديه، قصادها النقديه نقصت 300، الكهرباء دفع 100 نقص 100، تأمينات دفع 50 نقص 50، نيجي بقى على المبيعات، هو باع ب 2000 بضاعه تكلفتها 1000 جنيه يعني هو كسبان كده 1000 جنيه. طيب تتثبت ازاي؟ حسبت الاول انا عندي مبيعات ب 2000 جنيه نقدا، يبقى معنى كده النقديه زادت ب 2000 جنيه، وقصادها الناحيه الثانيه المبيعات زادت ب 2000 جنيه. في نفس الوقت البضاعه بتاعتي هتنقص بال 1000 جنيه تكلفة البضاعة، يبقى المخزون ينقص ب 1000 وتكلفة البضاعة المباعة تنقص ب 1000 ودي تتحط ضمن المصروفات. يبقى أنا كده زودت على معادلة الميزانية المصروفات والإيرادات. يبقى المعادلة بتاعتي دلوقتي بقت إيه؟ الأصول زائد المصروفات
تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. لو جينا نلخص الكلام ده بقى، هنقوله إن الطرف المدين اللي هو اليمين اللي كان عندنا في المعادلة اللي هو عبارة عن الأصول والمصروفات، لما بتزيد إشارتها موجبة يعني تبقى مدين زي ما هي. طرف الداين اللي هو الخصوم بأنواعها زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات داينة، يبقى كل ما هتزيد هتفضل عندي داين. طيب لو جينا بقى نلخص المعاملات اللي هتتم عندي هتبقى عبارة عن إيه؟ يا إما زيادة يا إما نقص بشكل عام. زيادة أصول زيادة مصروفات، نقص أصول نقص مصروفات، زيادة خصوم نقص خصوم، زيادة حقوق ملكية نقص حقوق ملكية، زيادة إيرادات نقص حقوق نقص إيرادات. طيب نيجي بقى نشوف إمتى كل واحد فيهم يبقى مدين وإمتى يبقى داين. الأصول قلنا أصلا هي مدينة، يبقى زيادتها هي والمصروفات تفضل زي ما هي. الحقوق الملكية والخصوم هي أصلا دينة، يبقى زيادتها بشكل عام تفضل زي ما هي دينة. طيب النقص بقى في الخصوم والنقص في حقوق الملكية، النقص بيعكس مكان الحساب، يبقى بدل ما كان داين يبقى هيجي عندي مدين، نقص الخصوم ونقص حقوق الملكية. كان عندي هنا زيادة الإيرادات برضه دينة يبقى نقص الإيرادات. والعكس كان عندي هنا زيادة الأصول مدين يبقى نقصها داين، زيادة المصروفات مدين يبقى نقصها داين. لو جينا بقى نعيد العمليات اللي احنا عملناها دي كلها بقى في شكل قيد يومية بدل معادلة الميزانية، يبقى معنى كده هبدأ بقى احط الطرف اللي كنت بحطه لمين هقول عليه مدين، الطرف اللي كان داين اللي كان شمال احطه داين. يبقى انا هحط عندي ادي مدين 10,000، داين ب 10,000، حساب المدين هو حساب النقدية، الحساب الداين هو حساب رأس المال، واكتب تحت منه شرح القيد بداية النشاط بعد مبلغ 10,000 جنيه بالخزنة وتاريخ العملية اللي تمت. وبقية الحسابات بقية العمليات كلها بنفس الطريقة، لما اشترى بضاعة يبقى المخزون مدين والنقدية داينة، لما اشترى بضاعة الحساب مخزون مدين والدائن داين، الأساس لما اشترى الأساس نصفه نقدا يبقى الأساس مدين والنقدية والدائنين داين، الكمبيوتر يبقى جهاز الكمبيوتر مدين والنقدية داينة، المصروفات كلها اللي دفعها مدينة والنقدية داين. طبعا لو المصروفات دفعت كلها في يوم واحد ممكن أعملها في قيد واحد من المذكورين إلى حساب النقدية، لو كل واحدة في تاريخ يبقى كل واحدة تتعمل لوحدها. المبيعات النقدية مدينة وحساب المبيعات داين، تكلفة البضاعة المباعة مدينة وحساب المخزون مش المبيعات وحساب المخزون داين. طيب بعد ما بنخلص كود اليومية بنبدأ نرحل الكود اللي احنا عملناه دي في دفاتر الأستاذ. هي عبارة عن دفاتر الأستاذ دي وسيلة يبقى جمع بيها المعلومات اللي طرأت على أي عنصر أو أي حساب من حسابات الأصول أو التزامات أو حقوق ملكية في شكل مستقل أو في إطار مستقل اللي هو شكل حرف التي اللي احنا نعرفه. طيب لو جينا نعمل الكلام ده لحساب النقدية، يبقى أنا هفتح حساب النقدية وأعمل حرف التي وأبدأ أرحل القيود اللي أنا عملتها اللي جه فيها كلمة حساب نقدية. طيب موضوع الترحيل ده بيتم إزاي عشان معظم الناس برضو بتغلط فيه؟ حساب النقدية ظاهر في القيد عندي في الطرف المدين، يبقى حاجة في الطرف المدين برضه في الحساب بتاعه واكتب المبلغ واكتب في البيان الطرف الداين اللي كان موجود في القيد. يعني لو جينا بصينا كده رجعنا على القيود اللي فاتت، جبنا اول قيد ظهر في حساب النقدية اللي هو كان حساب رأس المال، هنا كان عندي حساب النقدية هو في الطرف المدين ب 10,000، يبقى برضه في حساب الاستاذ في الطرف المدين هكتب ال 10,000. ال 10,000 دول جايين له منين؟ جايين له من رأس المال، يبقى انا هروح كاتب حساب رأس المال. طيب حساب النقدية ظهر فين تاني؟ ظهر عندي هنا اهوت بس كان داين، يبقى اروح في الطرف الداين اكتب ال 5,000، ال 5,000 دول اتصرفوا على مين؟ اتصرفوا على المخزون، يبقى حساب المخزون. طب جه فين تاني حساب النقدية؟ اهو كان عندي الاساس كان جاي داين ب 1000، يبقى برضه في الطرف الداين عندي 1000، راح فين؟ راح على حساب الاساس. طيب معنى كده ايه بقى؟ ان الطرف المدين في حسابات الاستاذ في الاصول يمثل زيادة الأصل، وأنا أول حاجة هنا حطيت فلوس فزادت يبقى جالي 10,000 جنيه، وبعدين قبضت مبيعات ب 2000 جنيه فبرضه زادت، يبقى الطرف المدين بالنسبة لي هنا في حساب الأستاذ هو عبارة عن زيادة في قيمة الأصل. طب الطرف الداين نقص قيمة الأصل، كل حاجة نقصت من قيمة الأصل حتى عندي في الطرف الداين. يعني ممكن أنت تحل تمرين من غير ما تعمل كود اليومية وتبدأ على طول بحساب الأستاذ؟ أه، من العملية اللي هقول لك عليها معناها ان الاصل نقص احطه في الطرف الداين، الاصل زاد احطه في الطرف المدين.
يبقى كل اللي موجود عندي في الطرف الداين ده، مخزون واساسه كمبيوتر وايجار وكهرباء وتامينات، كل ده نقص في قيمه النادي. طيب هنا راس المال والمبيعات زياده في قيمه النادي، يبقى الفلوس اللي جات لي كلها هي 12000، صرفت منهم دولت، يبقى باقي عندي كام؟ اللي هو الرصيد بقى، رصيد اخر المده هنا طالع عندي 3850. بجيبه ازاي؟ بجمع الطرف المدين واجمع الطرف الداين واجيب الفرق ما بينهم. طيب هل ينفع ان الرصيد بتاعي بدل ما هو ظاهر هنا في الداين يظهر في الطرف المدين؟ لا، جميع حسابات الاصول رصيد اخر المده بتاعها بيظهر في الطرف الدائن. طب ليه يظهر في الطرف الداين؟ لان رصيد اخر المده ده هاخده بعد كده ابدا بيه السنه الجديده، فلما ابدا بيه السنه الجديده هيجي الطرف المدين، يبقى هيجي حساب مدين، واحنا قايلين اصلا حسابات الاصول كلها مدينه، فما ينفعش يجي لي حساب اصل الرصيد بتاعه داين. رصيده داين يعني انا عليا فلوس، عشان يبقى الرصيد داين يبقى المتمم بتاعي يجي في الطرف المدين، يبقى معنى كده انت عليك فلوس. طب ينفع الاصل او النقديه يبقى عليها فلوس، الخزنه تبقى مديونه؟ لا، يبقى لازم من الحاجات اللي تعرفك اذا كنت حل صح ولا غلط ان الرصيد بتاعك وانت شغال في حسابات الاصول يطلع في الطرف الداين، وابدا بيه السنه الجديده رصيد مرحل في الطرف المدين. طيب بعد ما اعمل جميع حسابات الاصول هاخد الارصده بتاعتها كلها واعمل لها ميزان مراجعه. طيب ميزان المراجعه ده ايه؟ ميزان المراجعه عباره عن قائمه فيها جميع الحسابات اللي انا فتحتها في حساب الاستاذ، وهاخد منها جميع الارصده. بس تخلي بالك بقى وانت بتاخد الرصيد، انا باخد الرصيد المرحل. يعني ايه؟ يعني انا هنا حساب النقديه رصيده ايه؟ مدين. طب ازاي وهو كان ظاهر عندي هنا دايق؟ احنا قلنا بقى انا باخد الرصيد المرحل، هنا ده الرصيد المنقول اللي هيتنقل عندي في السنه الجديده، ده لما هيتنقل السنه الجديده هيجي فين؟ هيجي هنا في المدين. انا بشتغل ميزان المراجعه على السنه الجديده ان هو هيجي عندي ايه؟ مدين. او بمعنى تاني جميع ارصده الاصول هتكون موجوده عندك في الطرف الداين، وانت هتكتبها في ميزان المراجعه في الطرف المدين. يبقى انا عندي النقديه في الطرف المدين، مخزون الاساس الكمبيوتر. طيب الايجار والكهرباء مصروفات تامينات دولت كلهم مصاريف، المصروفات كلها برضه مدينه، يبقى زيها زي الاصول، الارصده بتاعتك كلها هتيجي برضه مدينه. تكلفه البضاعه المباعه مصروف، يبقى برضه هتيجي عندك في الطرف المدين. طيب حاجه بعد كده على الدائنون وراس المال وايراد المبيعات، دي كلها حسابات ايه؟ داين. الدائنون ده التزام حسابه اصلا داين، راس المال ده حقوق ملكيه حسابه داين، ايراد المبيعات برضه ايرادات والايرادات حسابات دائنه، يبقى الارصده بتاعتهم كلها هتيجي في الطرف الدائن. طيب هجمع بقى الحسابات المدينه والحسابات الدائنه، لازم الطرفين يكونوا بيساووا بعض، يعني انا عندي انا 15000 وانا 15000. طيب لو حصل ان الرقمين بتوع الطرف المدين والطرف الدائن ما تساووش، القيمه هنا اختلفت، يبقى انا ارجع تاني لحساب الاستاذ وراجع التجميع بتاعه، اشوف انا جمعت صح ولا غلط، اشوف انا رحلت حسابات المدينه في مكانها والدائنه في مكانها ولا لا. لقيته مظبوط ارجع ليه؟ ودي اليوميه، لقيته مظبوطه ارجع للحسابات او للمستندات اللي انا خدت منها وعملت قيد اليومي. يبقى ميزان المراجعه ده بيثبت لي ان جميع المراحل اللي فاتت صحيحه. اذا وصلت للمرحله دي وتاكدت انها صح اقدر بعد كده اعمل القوائم الماليه. طيب القوائم الماليه ببدا دايما بقائمه الدخل. طب ليه ببدا بقائمه الدخل؟ لان قائمه الدخل الناتج النهائي بتاعها عباره عن صافي الربح او الخساره، اللي انا باخده بعد كده واحطه في قائمه المركز المالي عشان يتمم القائمه ويتساوى فيها الطرفين. طيب قائمه الدخل ليها شكلين، ممكن تتعمل على شكل حرف تي، وبيبقى بكتب فوق في الهيد بتاعها كده قائمه الدخل عن الفتره من 1/1/2013 ل 1/3/2012، يبقى قائمه الدخل تتعمل عن فتره، بحط في الطرف المدين بشكل حرف تي ده المصروفات، وفي الطرف الداين المبيعات، والمتمم بتاع الطرفين اذا جه في الطرف المدين يبقى ده صافي ربح، جه في الطرف الداين يبقى صافي خساره. طب هتقول ازاي هو جاي في الطرف المدين وارباح مع ان الطرف المدين ده بتاع المصروفات؟ لو احنا جينا بصينا كده، لو انا جيت جمعت هنا عندي 2000 جنيه مبيعات وجمعت جميع المصروفات اللي عندي هلاقيهم 1450، يبقى انت مدخل ايرادات ب 2000 وصارف 1450، يبقى انت كسبان الباقي. يعني معنى ان المتمم يظهر عندي في الطرف المدين ان الايرادات كانت اكبر من المصروفات. طب لما ايراداتك تبقى اكبر من مصروفاتك يعني معناها انت كسبان ولا خسران؟ يعني انت كسبان، عشان كده طلع المتمم بتاعي في الطرف المدين. طب لو طلع في الطرف الداين يبقى مصروفاتي اكبر من ايراداتي، يبقى انا في عندي خسائر.
طيب الشكل التاني للقايمة إن أنا أحطها في شكل قائمة تحت بعضها يعني. يبقى أنا هحط الأول الإيرادات، وبعدين أحط المصروفات تحتها، وأجمع المصروفات في العمود التاني، وأجيب الفرق بين الاتنين. إذا الفرق ده طلع موجب يبقى ربح، طلع سالب يبقى خسارة. يبقى هنا في شكل القايمة تحت بعضها بتعامل بالموجب والسالب، إذا كانت موجبة أرباح، إذا كانت سالب يبقى خسائر. برضه معنى الموجب هنا إن المبيعات أو الإيرادات أكبر من المصروفات، ومعنى السالب إن المصروفات أكبر من الإيرادات. هي نفس الفكرة، يا إما أحطهم على شكل جنبين أو أحطهم في شكل قايمة. طيب الشكل المتعارف عليه واللي بتنشر بيه القوائم المالية هو شكل القايمة، الشكل اللي قدامنا ده. طيب الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالي. الميزانية العمومية برضه يا إما تتحط في شكل حرف تي، يا إما تتحط في قائمة تحت بعضها. لو أنا هعملها في شكل حرف تي، يبقى أنا هحط الأصول الطرف المدين، الالتزامات والقوائم المالية في الطرف الدائن. طيب الأصول هحطها إزاي؟ الأرصدة بتاعة الأصول هتتحط. يبقى أنا عندي حساب النقدية، عندي حساب المخزون، أحط الأرصدة بتاعتي. وبعدين الأصول الثابتة أحطها كلها وأجمع جميع الأصول بتاعتي، يبقى دي إجمالي الأصول. وبعدين في الطرف الدائن عندي الالتزامات الدائنون ورأس المال. وما تنساش بقى صافي الربح اللي جاي لك من قائمة المركز المالي، تحط مع حقوق الملكية. لما تجمع الاثنين مع بعض هتلاقي طرف المدين يساوي الطرف الدائن. دي طريقة أو ده شكل من أشكال العرض للميزانية العمومية اللي هو شكل حرف التي. طيب لو عملها شكل قائمة، يبقى أنا عندي القائمة دي هتبدأ بالأصول المتداولة الأكثر سيولة، يبقى النقدية والمخزون، وبعدين نخصم منها الالتزامات المتداولة، يبقى أصول متداولة ناقص التزامات متداولة يساوي رأس المال العامل، الفلوس اللي أنا شغال بيها يعني. يبقى ده النقدية اللي كانت متاحة عندي والمخزون ناقص الالتزامات اللي عليا يدينا رأس المال العامل. أقول يضاف عليه أو يضاف الأصول طويلة الأجل اللي هي الأساس والكمبيوتر اللي كانوا موجودين عندي، يبقى مجموع رأس المال العامل زائد أصول طويلة الأجل يديني إجمالي الاستثمارات اللي هم 10550. اول بقى الفلوس دي جت لي منين؟ يبقى تم تمويلها عن طريق التزامات طويلة الاجل ما عنديش، وبعدين حقوق الملكية اللي هو رأس المال 10000 وصافي الربح 550، يبقى ادي 10500. يبقى هنا اجمالي الاستثمارات يساوي اجمالي للالتزامات وحقوق الملكية. دي الطريقة التانية، وبرضه الطريقة متعارف عليها، وهنا بنسميها قائمة المركز المالي، وبتبقى فيه قائمة المركز المالي بتبقى عن لحظة معينة، أما قائمة الدخل بتبقى عن فترة معينة. طيب النقطة التانية، أنا بعد ما خلصت الحسابات بتاعتي وبعمل حاجة اسمها تسويات جردية في نهاية السنة المالية. يعني إيه تسويات جردية؟ يعني باجي في آخر السنة أشوف إيه اللي عليا، إيه اللي أنا دفعته مقدم، وبسوي الكلام ده بحيث إن أنا أحمل السنة المالية بما يخصها. يبقى التسويات الجردية هدفها أن يتم تسوية أو يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من حسابات، اللي هم إيه؟ اللي هم المصروفات والإيرادات. يبقى أنا بعمل تسوية جردية لحاجتين اتنين بس، إيرادات ومصروفات، مفيش تسويات جردية لحسابات الأصول ولا التزامات ولا حقوق ملكية. فلو قلنا مثلا اتضح في نهاية السنة إن الإيجار اللي مدفوع كان بيشتمل على 100 جنيه إيجار مقدم عن السنة التالية. طيب أنت كنت دافع إيجار 200 جنيه، ال 200 جنيه دولت 100 منهم خاصة بالسنة دي و100 خاصة بالسنة الجاية. أنا عايز أحمل السنة دي بمصروفاتها، أنا لو حطيت ال 200 جنيه كلها مصروفات يبقى معنى كده حاجة السنة الجاية المصروفات عندي هتبقى صفر، يبقى هظهر الإيرادات بتاعتي أكبر من المصروفات، وبالتالي هيطلع عندي أرباح وأنا أصلاً ما عملتش حاجة. ده أنا حملت سنة بمصاريف أكبر من اللي هتستحقه، والسنة التانية ما حملتهاش بحاجة. يبقى اللي أنا عايز أعمله دلوقتي إيه؟ أنقص قيمة المصروف المقدم، قصدي اثبت ان في عندي مصروف مقدم ونقص قيمه مصروف الايجار. طيب مصروف الايجار انا كنت ثابته ب 200 جنيه مدين، يبقى عشان انقصه اجيبه داين بالقيمه اللي انا عايز انقصها اللي هي 100 جنيه. يبقى القيد بتاعي هيبقى 100 حساب مصروف الايجار داين. طب ال 100 دولت هيروحوا فين؟ هيروحوا على مصروف ايجار مقدم. يبقى انا كده ظهر عندي حاجه جديده اسمها المقدمات، وعايز اظهر قصادها حاجه تانيه اسمها المستحقات. يبقى مصروف الايجار المقدم جاي ايه؟ مدين، قصاد ان انا بنقص قيمه مصروف الايجار في الطرف الجاي. طيب لو ركزنا الموضوع وقلت لك ان اتضح ان الايجار كان مستحق عليك عن السنه 50 جنيه، ده معناه ان قيمه مصروفات الايجار اللي يجب تحملها على السنه هو 350 جنيه. انت كنت ثابت ان انا عندي مصروف
مصاريف كانت 300 جنيه المفروض يبقوا 350. طيب انا عايز ازود بقى قيمه مصروف الايجار، هروح مزود المصروف جايبه مدين بال50 وثابت ان انا عندي ايجار مستحق ب50. كده معناه ايه؟ معناه ان انا زودت مصروفات الايجار وثبت ان انا ما دفعتش الايجار ده، فهو ايجار مستحق، ده في عندي حاجه اسمها مصروف ايجار مستحق. نفس الكلام ممكن يقابلنا في الايرادات، برضه في عندي ايراد مقدم وايراد مستحق. طيب الايرادات او المصروفات المقدمه والمستحقه دي هتتحط فين؟ هتتحط برضه في قائمه المركز المالي. طيب قائمه المركز المالي هتتحط فين؟ في المدين ولا في الدائن؟ المصروف المقدم مدين، المصروف المستحق داين، الإيراد المقدم مدين، أو الإيراد المقدم داين، والإيراد المستحق مدين. بمعنى تاني المصروفات أصلا مدينة، يبقى لما تيجي مقدمة مدفوعة مقدم يعني يبقى زي ما هي مدينة، لما تبقى مستحقة تبقى العكس داين. وثبت الفكرة دي أو القاعدة دي، إن أنا دايما عندي المقدم بيثبت مكان الحساب والمستحق بيعكس مكانه. يبقى لما اجي اقول لك ايراد مقدم، مقدم هيثبته يبقى الايراد داين، يبقى يفضل زي ما هو داين. طب ايراد مستحق هيعكسه يبقى هيبقى في الطرف المدين. اما المصروف المقدم زي ما هو مدين، المصروف المستحق هيبقى داين. طيب بعد ما بنخلص الكلام ده كله بنوصل بقى لاقفال الحسابات، عايز اعمل اقفال. طيب هو ايه اللي هيتقفل عندي؟ الحسابات اللي انا مش هكمل بيها السنه الجايه، يعني مش هتفضل معايا واشتغل بيها السنه الجايه، اللي هي مين؟ اللي هي الايرادات والمصروفات. طب الاصول ما بتتقفلش؟ لا، من الاصول انا شغال بيها. طب ليه بقى في الايرادات والمصروفات؟ لان الايرادات والمصروفات ده نتيجه نشاط السنه، فلازم اقفلها عشان ابدا السنه الجديده من البدايه، اعرف ايه ايراداتها ومصروفاتها وابدا بعد كده اشوف انا كسبان ولا خسران فيها. طب الايرادات والمصروفات هتتقفل ازاي؟ الايرادات زي ما قلنا هي اصلا داينه، يبقى لما اجي اقفلها هجيبها كلها في الطرف المدين في حساب الدخل، واجي على المصروفات اجيبها كلها في الطرف الداين لان هي اصلا مدينه في حساب الدخل، اللي هي زي بالظبط فكره قائمه الدخل اللي احنا خدناها اللي بتيجي على شكل حرف تي. وبعدين اقفل حساب الدخل ده، حساب راس المال اللي هو عباره عن ايه؟ صافي الربح او الخساره، وهو محطوط فيه دلوقتي في طرف كل الحسابات الداينه اللي موجوده عندي مصروفات، كل الحسابات المدينه موجود فيها المصروفات عندي موجوده عندي في الطرف المدين لان هو ظاهر عندي هنا مدين، وكل ايراد ظاهر عندي في الطرف الداين، الفرق بينهم هيبقى هو صافي الربح او الخساره، يتقفل بعد كده في حساب راس المال. بكده يبقى احنا راجعنا تقريبا ملخص لكل اللي انتوا خدتوه في المحاسبه الماليه. اعتقد يعني بعد مراجعه الفصل ده وتقرأ الكتاب كويس، لان في تفاصيل اكتر طبعا في الكتاب، هنبدا بعد كده ناخد المنهج بتاعنا بقى اللي هي المحاسبة عن الاستثمارات المالية، وده إن شاء الله هتبقى في المحاضرة اللي هنلتقي فيها وجها لوجه الأسبوع القادم. شكرا ونراكم على خير إن شاء الله.